اليوم راح نتحدث بطائفية سياسية بحتة، لأن احنا اليوم في مؤسسة وفي نظام سياسي طائفي. الشعب خلي نعزله على صفحة، الشعب السني، الشعب الشيعي، الشعب الكردي، راح نتحدث بما موجود بالساحة السياسية. الساحة السياسية بعد الاستحواذ على منصب رئيس البرلمان واستئصال المنصب من المكون السني، بدأت رئاسة مجلس النواب بتمرير قوانين مزاجية داخل المجلس. هاي القوانين المزاجية هي متوالم العقائد والمكونات اللي موجودة، يعني ما خلت أكو قدسية واحترام المكونات الأخرى أو العقائد الأخرى مثل ما موجود بالنصوص الدستورية. الدستور يعني كفل أنه احترام العقيدة، احترام صح. المكونات، احترام المواطن، حرية المواطن، حرية الرأي صح. والتعبير، ونجيبها من المادة الأولى من الباب الأول للباب الخامس. احنا نتحدث عن الحريات وعن القوانين وعن انتزاع الاعترافات بالإكراه وعن الضوابط اللي وموازنة المؤسسة الأمنية وعدم التدخل في الشؤون الدينية ودمج السياسة بالدين. اليوم احنا السياسة الدينية ماشية وماخذة طول وعرض بالعراق. لهذا السبب دا أقول لك اليوم احنا قانون العفو العام هو مو تفضل من السيد المندلاوي ولا من اللجنة المختصة عن تمرير قانون العفو العام داخل مجلس النواب، هذا متفضل، هذا استهزاء. هذا أقل ما أقوله. ليش؟ لأن أنت دا يقول لك إنه إحنا من كان رئيس البرلمان سني ما مرر قانون العفو العام، إحنا جينا راح نمرره. شلون راح تمرر العفو؟ أرتسل لك هذا السؤال، المندلاوي هل سيستحوذ على هذه الفكرة ويوصل فكرة للعراقيين وللشارع السني أنه قياداتكم لم تتمكن عندما كانت على رئاسة مجلس النواب؟ نعم. أنا أصبحت بالنيابة ولا أنا أقر القانون هذا؟ شلون راح تقر العفو؟ راح تجيب لي المواد اللي يدين كل ولدي، ويجوز حتى الشاهد متهم اللي واللي موجودين برا ومعترف عليهم بالإكراه، المتهمين الأبرياء اللي ثلثيهم وأكثر معترفين عليهم، راح تروح تجيبهم من برا دبهم جوا. شلون راح بيع مواد؟ يعني عندك 27 مادة أنت بال 2017 قرها ونشرت بجريدة الوقائع بقانون العفو العام، واستبدلت وألغوا قانون وعدلوا القانون ودخلوا هاي الفقرات، 27 فقرة، هي كل هاي الفقرات هي ما تسمح لأي متهم بالخروج دون الحكم أقل شيء 10 سنوات. هذا البريء يحكم 10 سنوات. زين أنت جايب لي شطلات وعقرب وتعليق وفلقة وكهرباء وخاولي وغيرها، ومستخدم وياي شتى انواع التعذيب، ومنتزع من عند اعترافات من قلب ورب وغصبا عني وعن الخلايا الحسيه اللي موجوده في جسدي، وماخذهن وادينك في تقارير طبيه، تجي تدخلني في فقرات قانونيه حتى تقر قانون العفو العام، ده اصوت عليها اسمه قانون العفو العام، لكن شكو موجود في داخل قانون العفو العام. اللي موجود داخل قانون العفو العام واللي مطالبين بتعديله واللي متهمة به اللجنة القانونية في مجلس النواب هو استمرار للانتهاك واستمرار لإعدام وأخصاء الموجودين داخل السجون الأبرياء. أنا ما دا أتحدث عن الإرهاب، اللي موجودين بالسجون كلهم متهمين بالإرهاب، وإلا أنت صار لك 7 سنوات 8 سنوات العفو بالسجن وما مسيرة الدعوة مالتك وما شاف القاضي، وأكو مع احترامي للقضاء العراقي أكو بعض القضاة استخدموا القانون بحيث حتى من يجي المتهم يسولف يقول ليش جاي يسولف، ونحكمه على أثر هذا التصرف الآلاف من الأبرياء بالإعدام وبالعشرين سنة وبمدى الحياة وبالمؤبد. أستاذ نصير، دكتور سيف جايب تفصيل مفصل عن القانون، ايه هو الفقرات اللي موجودة، ايه هذا مو قانون دستوري أو قانون قانوني راح يمشي في مجلس النواب ويتم المضي، هذا قانون سياسي راح أجي أرضيك. وإلا قانون العفو العام احنا كسنة، أنا هم أوجه جزء من التهمة إلى السيد رئيس مجلس النواب السابق أبو يوسف أستاذ محمد الحلبوسي، أنه أنت 6 سنوات داخل المنصب الرئاسي وتعاملت بالقوة في تمرير القوانين، وما خليت مزاج أي كتلة وقوة سياسية حتى من البيت السياسي الشيعي أنه تمرر القوانين تفرض عليك. كان من المفترض أقل شيء أثناء تمرير الحكومة السيد السوداني أفاوض وأبتز، أدخل في مرحلة الابتزاز السياسي. نعم استثمار السياسي، لا الابتزاز، خليها استثمار، لا احنا نريد ابتزاز، لأن هم دا يتعاملون ويانا بطريقة الابتزاز. أوكي. فأحنا دا أقول لك ابتزاز ليش؟ أنه أنا رئيس مجلس النواب راح أقول لهم أنتوا طلبتوا مني في تمرير قانون الحكومة العراقية بعد تمرير السيد رئيس جمهورية العراق. نعم راح اتعامل وياكم، ودخلنا في الغرف المظلمه من اجل وضع بنود لورقه الاتفاق السياسي. اقل ما اقوله انه انا راح امرر منصب رئيس الوزراء دوله رئيس الوزراء محمد الشاع السوداني، مو لي شخصه لكن للاتفاق، القانون موجود بورقه الاتفاق السياسي. ها قبل لا اقوله، اقول لهم قبل لا نمرر الجلسه ونصوت على رئيس الحكومه، الفقره الاولى خليها قانون الابرياء الدماء اللي موجوده عندنا. ممتاز.
فنصوت عليها وورا ما نصوت عليها أخلي السنة وقوفا الصوت على تمرير حكومة السيد محمد الشاع السوداني وما تدخل السنة في أزمة وتولد داخل البيت السياسي الشيعي أزمة شيعية شيعية. لهذا السبب من باب الحرص ومن باب الوطنية مو المزاج السياسي والمزاج الطائفي السياسي أنه إحنا نمرر قانون العفو العام قبل تمرير قانون أو تمرير رئيس الحكومة محمد الشاع السوداني.